السلام عليكم. سلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا. كيف حالكم؟ رمضان كريم يا إخواننا، كيف حالكم؟ ما بدنا نعصب ولا بدنا نسب، بدنا نقول بس إن شاء الله يا الله يكون علينا هدول 10 أواخر مباركات على الجميع. واللي بده يسب يسب، واللي بده يتهمنا يتهمنا، لكن لازم نطلع نالتوضيحات. والتوضيحات اليوم يا حبايبنا معاكم الدكتور سامي مصاروة، المسلم الفلسطيني وليس أي ما يقولون. المهم شو بدنا بالطويلة والقصيرة؟ بدنا نجيب لكم هالأخبار الطيبة اللي بدها تكلكم وتكشف لكم المؤامرة اللي عملها راشد الخياري مع العصابة اللي معه. هذا راشد لما كنا نزوده بمعلومات كون ما في أحلى منا، كنا ما أطيبنا وما أجملنا. ولما بطلنا نعطيه معلومات صار يطلع كل يوم واحد ويقول استنوا علي استنوا علي، هيني جاي لكم ومعاي الشنطة ومليانة فيها تسجيلات. ويطلعوا ناس من الجزيرة نيوز ويقول لك بعد ما قصقصوا كل التسجيلات مع الدكتور سامي، ويوم ما طلعوا قالوا اطمأن قلبي اطمأن قلبه طارق ورفيق اطمأن قلبه، والحكي هذا قبل ما يبلغوا أي سلطات. وما بدنا بالطويلة والقصيرة يا إخواننا، بدنا نقولكم شو قصة دونالد ترامب وكوشنر مع القصة اللي حكاها راشد. ومع إنه راشد والله حراج عليكم يطلع ويقول على المصدر اللي بيعطيه، وهي اللي أنا أعطيه 100,000 دولار إذا بيحكي على المصدر وموجود في تونس، ما يقول لك لا غنوشي ولا بطيخ. شو بدكم بالطويلة والقصيرة؟ خدوا هالمعلومة واسمعوها. هذا راشد اللي عمله اتعرف على سامي عبر تسريبات استخباراتية، ويوم اتعرف علي لما كان عندي القناة اللي هي قديمة، قناة تكنولوجيا وبعدين قناة كورونا الأنظمة العربية الفاسدة برضو نزلت. يعني كل ما بتطلع قناة وبتكشف الفساد تاع الدول بيطلع لك كم من واحد بيقول لك جاسوس وعميل. وعندكم هذه بتاعت مجلس الشعب اللي قالت بتعزي الإسرائيليين على الكارثة اللي هم فيها، وأنا نشرت لو إن وأنا كل واحد قال على الفلسطيني يهودي وصهيوني. وبلد طويلة والقصيرة تلعك هذا بعد نيوز وبقول لك عنده توضيح، وبالتوضيح بقول لك كذاب وفيش عنده معلومات وهذا أفاق نصاب. وابصر شو المرة اللي فاتت عمل فيديو قال طبيب أعشاب، وطلع امبارح وقال لك طبيب نساء وتوليد، وبعدين بقول لك كل معلوماته كاذبة وبده الفوضى، وبعدين قال لك حكى مع الأمن العام والاستعلامات وبراقبوا فيه، وبعدين قال لك ما تصدقوش كذاب. بعدين بيطلع لنا سيف الدين ملفوف، ولا هو مش عارف شو اسمه، سيف الدين ملفوف والهدوالي، وبيقول كل كلمة حكاها صحيحة وكل كلمة حكاها ممتازة. وأنا كنت متفاجئ لما حكالي على راشد، ولما قال لي اسمع أنا عندي إلك هيك وهيك 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 من هون لهناك. هذولي بيفكروا الناس نايمين. الصادق الوحيد هو سيف الدين لما قال كل كلمة حكالي إياها كانت محلها، وكان يبلغني إنه في بده يكون سامحونا شوية في عنا رجل بالتليفون ولكن من سبته مش مشكلة. قالوا لنا الآن إنه في توقيف لراشد، وبعد بساعة على كل سيف ها اسمع يا جزيرة نيوز انت يلي كنت يطمئن قلبي، بعد ما تقسكس الأصوات تبعتي اعمل اللي بريحك ماشي، يلا زبط حالك، أنا ماسوني مش هيك؟ خدوا من الماسوني الكلمة الطيبة، عندي إلكم الآن أفجر لكم قنبلة إعلامية ما حلمتوش فيها اللي كل الصحف هتكتب عليها من هون لهناك. الموضوع إنه كل التحويلات اللي عند راشد مزبوط تمت، وأنا بيني وبينكم مرقت له فقط أنا 12 ورقة تعودني مستر يونيون. وطبعا الحمزاوي اللي بالسفارة الأمريكية اللي في باريس يعترف بكل شيء،
وهذا الصعلوك اللي بيشتغل عن كيس سعيد طبعا قبض بعض الأموال. ولكن أنا بدي أقولكم إنه المشكلة ما كانتش بالخمسة مليون، المشكلة كانت وين؟ كانت المشكلة إنه الأموال هذه لما نوفل اتواصل إنه مستعد يخلي أخوه إنه يخلي قيس سعيد يتوجه إلى شق الأمريكي، وبعدين ما كانش في خمسة مليون، في عندك تحويلات اللي هي ما بتيجي بخمسة مليون. هذا الولد اللي كان المستشار تبع قيس سعيد اللي هو الدعاس كان قبض كم من مبلغ، وفي مبالغ تحول وستر يونيون على أساس الدعاية والإعلام، ومش زي ما قال إنه كانت كاش. وأكبر دليل لما تواصلنا مع جراد كوشنر، كوشنر بأكد إنه ما في أي دليل ولا أمريكا دعمت هالمال، لكن السلطات الخارجية اللي هي موجودة هناك في لوبي معين اللي كان يدعم قيس سعيد، ولوبي معين اللي هو مش لوبي صهيون زي ما حكوا، هو لوبي تبع رجال أعمال في أمريكا حولوا المال على أساس وستر يونيون، وما إلها علاقة السفارة الأمريكية بكل هالطبخة إلا 24 دفعة تبعون دفعات 5000 دولار وفي 3000 دولار اللي الدعاس هو اللي قبضهم. هدول اتقاسمهم مع نوفل اللي هو نوفل واللي هو بطيخ أخوه لقيس سعيد. ومن هنا هناك أنا مش من محبي قيس سعيد، ولكن الحق يقال قيس سعيد ما أخذ من هدول الفلوس إلا كان في المقهى وأنا عطيته الفلاش اللي هو اليو اس بي اللي ببين إنه بياخذ شنطة وبيمضي. الشنطة هذه كان فيها كل الأوراق والمستندات المطلوبة إله على أساس إنه في عنده دعايات وحملات عالم يتبرعوا له في أموال لحملات فيسبوك، وما كانش بالشنطة في أموال وأخذ فلوس. هاي كذبة. الكذبة الثانية هو بيقول إنه عنده كل الفيديوهات لنادية عكاشة تبعون التسجيلات، هو ضايل معاه 3 أو 4 تسجيلات اللي ما كشف عنهم، وبيحكي لجزيرة نيوز إنه أنا ما أخذتش من سامي أو من سامويل. طيب يا شطور بدك كلهم من مين أخذت؟ أنا مش عم أضغط عليك، لا لا سمح الله، إذا أنت بتكون مش أنا تعال اطلع مؤتمر صحفي أو اعمل بث من البثات الفاشلة تبعتك يا راشد، وقول مين اللي أعطاك الأفلام ومين اللي أعطيك كل شيء موجود عندك. هل باستطاعتك يا أستاذ راشد الخياري إنك تقول مين اللي أعطاك إياهم، ولا بدك تضلك تقول لا هذا سر؟ لا ما هو سر، أنا بقول لك أنا. والدولة العميقة عندك في المخابرات وليس الاستعلامات، المخابرات وليس استعلامات، أنا أخذت باقي المستندات اللي بتتعلق في الجيش منهم، وأنا كل شيء بيصير بالمحكمة العسكرية لما أنا نشرت أول واحد قبل نادية نشرت على علاقات دولية اللي جلبوا الإحضار، وبعدين نادية نشرتها عندها. لذلك ما تقول إنك تبتز عمالك الآن نادية عكاشة وأنا عندي، لا أنت بعتت ناس على أساس أعطيك من عندي. يا راشد يا شطور أنت فشلت، أنت خسرت، وكل اللي باقي عندك هو انصاص. إنه ما إذا أنت بتقول عني ماسوني بتقول عني ما أنت شايف باسبوري فلسطيني ودكتور سامي ومعروف. لذلك أنا بدي أقول لكم إنه راشد خلص كل الطلقات اللي عنده في الفرد، ولكن في طلقات ضايلة موجودة عند الغنوشي. الغنوشي الآن الأستاذ راشد الغنوشي الإمام الأعظم الرجل الصالح سوف يتوجه إلى القطريين ويجلس مع الحجة موزة الشيخة موزة، وسيطلب قرض. أنا نشرته هذا قبل يومين، والقرض بدهم يعطوه إياه، وبدهم يعطوه كمان يغطي عجز في الحكومة ودعم، يعني بدهم يعطوه شبكة أمان بشرط إنه يحطوا قيس سعيد تحت الإقامة الجبرية ويأخذوا منه الصلاحيات ومن دون ما يكون ولا طلقة نار ولا أي شيء. وعندك بقيادات الجيش اللي هو قائد البر والبحر وقائد قوات الخاصة الآن هم مع المشيشي، وعندك قيس سعيد الآن فقط مع رئيس الأركان باتصال، ورئيس الأركان مش قابل إنه يرد عليه بإنه يفعل القانون الطوارئ حسب ما بده قانون 80. لذلك الغنوشي بده يسيطر الآن على الدولة من قطر ومن على أساس دعم مالي، وطبعا
اخونا اردوغان طول الله عمره قال له انت ما تدخلني بهالورطات، وانا بساعدك بمال لكن ما بقدر لا اساعدك في تطوين في القاعده اللي عندنا، ولا بقدر انا ادخل جيش، ولا بقدر انا احميك، بقدر انا ادعمك بشبكه امان. والمشيشي برضه لما طالع على امريكا، امريكا بدها تدعم الغنوشي والمشيشي، لانه قيس سعيد لما انغدر فيهم وراح مع الفرنسيين، فرنسا مش هتسكت، هتقول ايه طب شو بدكم تعملوا يا جماعة الخير؟ انتوا اتنين مع امريكا وسايبين كيس لحاله، طب امريكا طب فرنسا بتقول لك انا حاليا اللي بحكم البلد، والسفير الفرنسي اللي حاطط بالنيابة عنه مايا الكسوري اللي توصل معلومات لنادية، ونادية تعطي المعلومات لقيس سعيد، انه هي الان تقولوا انه احنا ما بنسكت. وبلشت فرنسا الان تتحرك على اصعدة عالية جدا، على أصعدة إنها تقول إنه بدها تعمل مفاجآت يوم السبت المقبل، يعني بكون الغنوشي راجع يوم الجمعة، وبدنا نشوف شو بده يصير، واللي بده يصير أنا بقولكم عليه. الآن بلشوا كل العرصات هدول العالم الرخاص يغنوا للغنوشي ويهللوا له ويعملوا منه يعني شيء واو، ولكن الغنوشي الآن بلش يفقد السيطرة، وبدأ كمان يبحث مع القطريين كيف انه اذا صار في حالة كان ايماني انه يذهب الى السفارة القطرية، ومن هناك يتم التأمين عليه الى قطر او الى بريطانيا. لذلك بدنا نقول لسيف الدين انت تقدر تعمل شيء قانوني بدك اياه، لكن يا سيف احكي للناس وما تخجل، حدث بلا حرج عن علاقاتك بالبنت اللي بتشتغل كانت انت وتبع الجزيرة هذاك الملعون النذل اسمه هذاك طارق، مش رفيق، واحد اسمه طارق او رفيق، هو نفس الشخص اللي متصور بالبروفيل جنب الطائرة. احكي لهم عن البنت هذه بال 2019 قبل الانتخابات الرئاسة تاعت قيس سعيد، الانتخابات كانت كنه بشهر 6 مش هيك، انا اذا انا غلطان صلحوني، 6 او 7 2019، وانت قبل الانتخابات باسبوع واحد اتقابلت مع هذه البنت، وعلى اساس انه يدعموك هم في المانيا، والمانيا هذه البنت اللي هي تابعه للمنظمه العالميه اليهوديه اللي هي كانت تابعه لنتان شارانسكي، وهي تابعه كمان لمركز الاستعلامات الرئيسي في مدريد وفي مارسيليا، اللي وين ما كانت نادية عكاشة بيني وبينكم تدرس على قولها من 2011 و2012 وكانت تتدرب عندهم في مارسيليا. وبعد ذلك بدنا نقول لكم انه راشد بعد ما فقد كل شيء بده يدور على شيء ثاني، بنقول له يا راشد يا راشد يا حبيب قلبي اطلع اللي عندك وورجي الناس، ورجيهم انت الصادق، احنا الكذابين يا عمي، بلاش احنا الكذابين، انت وجزيره نيوز صادقين. ولكن بدنا نقول لك يا راشد انت خسرت كل شيء. وبدي أقول شيء واحد لسيف الدين، سيف الدين لما بدك تصير رئيس دولة ممنوع يكون أنت إنسان خائن وإنسان خائن وطنك، وتتواصل معاي قبل على العلاقات الدولية بالماسنجر وتكلم معاي، وأنت عارف سيفي أنا بعترف إنه العلاقات الدولية انمسحت نهائيا، كانت تجيب 4000 بارتاج باليوم، وأنت بتقول جيب رجينا جيب رجينا، وأنت عارف سيف الدين إنه أنت عارف منيح والكل بيعرف، بكفي الناس خليهم يعرفوا حقيقتك، انت واحد متسلق، انت واحد متسلق بتبيع امك وابوك عشان توصل. سيف الدين مخلوف، العالم اللي بنتخبوك هم اصلا اصحاب الملفوف، هدول عالم اللي بنتخبوا المخلوف والملفوف واحد، بكونوا مساطيل او بلفوا لهم سيجارة او عالم سكراني او ناس ما بيعرفوا الله، لانه مش عارفين انت واحد ايش وانت واحد شو وانت واحد مين، ايش وشو ومين. بدي أقول لك يا سيف الدين انكشف الغطاء عنك، بدي أحكي لك إنه النهضة صار لها حاكم البلاد 10 سنين وماسك بزمام الأمور، لكن الشعب مسكين دليل، الشعب ماشي ورا قلبه يا عيني، بحب الدين، كلنا بنحب الدين، والحمد لله على نعمة الإسلام للي بيقول لي ماسوني، وبنحيي كل واحد بحب الإسلام، كله عنه ماسوني كله عنه صهيوني. المهم يا جماعة الخير بلد طويلة والقصيرة، بدنا نقولكم البلاد جاية على أيام سودة، الموت عندكم الآن الفاريانت اللي هو الفاريانت اللي تبع الهندي
الفاريانت الهندي يا اخواننا بلش ينتشر عندكم، وبلشوا الموت عندكم في اليوم بوصل 1100 1200، واللي بيقولوا لكم عنه 100 120 200 كذابين اولاد عرس. عندكم الموت بالعشرات وبالميات. وصل انتوا عندكم يوم السبت والجمعه اللي فاتت 1800 قتيل، والله الاهالي تعاون الضحايا اللي قالوا له ايه بطل يتنفس اذا كذا ما بيسجلوهوش تحت اسم كورونا. يعني البلاد رايحه وين؟ رايحه على الدمار، رايحه على الغير معلوم. وبدي اقول لكم خدوا بالكم، اللي حواليكم هدول هن اللي بيخدعوكم. دونالد ترامب قال شيء واحد لمقربين له لقيس سعيد، قال له يا قيس سعيد انت خليك معنا واحنا ندعمك. قيس سعيد قال له حاضر، ودعموه فعلا مع انتري مارك تشوكربيرج على شركة فيسبوك، ودعموه من ناحية دعاية ليس لها حدود. ولكن لما تكون قيس سعيد أخذ منهم الفلوس ضحك عليهم، هذا مش مزبوط، وأنا مش مؤيد بقيس سعيد. والفيديو اللي عندي لقيس سعيد هو بيعرف منيح سيادة الرئيس أستاذ قيس سعيد كم من دفع لي أنا امبارح في الليل، ما تضحكتش وبضحك قاعد عمالي بضحك، كم من دفع لي عن طريق ناس، كم من دفع لي، وانا ما بتقدروا تجروني بالكلام وتقول كذاب ورجينا. لا حبيب قلبي، انا كل اشي عندي ثمن فلوس، وانا لما ببيعهم المعلومات ببيعها بفلوس وما بنشر لكم اياها مجانا. وانا لما قلت بدي اعود 3 دقائق على تسريبات استخباراتية بيوتيوب انا صادق، بس بدي اعملهم ممنوع تعليق، ممنوع نسخ، وممنوع لايك، لانه بدي اعملها انا حفلة مغلقة على 2000 شخص في تسريبات استخباراتية. أو إذا قدرنا بالقناة الجديدة فتحناها قبل يومين تاعت كورونا أنظمة العربية، انفتحت قبل يومين كورونا الأنظمة العربية اللي في يوتيوب، يوتيوب انفتحت قبل يومين، اللي بنشر عليها الآن فيديوهات. إذا تدعمونا ونخليها توصل لفوق 2000، هذه ننشر عليها كل الفيديوهات ومنمنع النسخ عنها. حتى اللي بديش ينسخ عنها أو يطبع الفيديو ما بيقدر، في هناك باتنت للتكنولوجي اللي صعب يطلع عندك هو بفوكس او صوره حاده. لذلك اخواننا بنقول لكم انه اللي جاي كبير كتير، والفضيحه تاعت التسريبات عندي ما بتخلص، لسبب عندي تسجيلات وعندي اشياء اللي انا متعلم انا من هدول الاجانب ولا من اليهود كيف واحد بيشتغل بالصمت. خليهم يقولوا ما فيش عنده كذاب، بالآخر هني بيطلعوا كل طلقاتهم وأنا طلقاتي عندي وبطلعهم بالوقت المناسب. ردوا بالكم يا شعب تونس، يقولوا صهيوني يهودي فتنة، يقولوا اللي بدهم إياه، عيشوا وانبسطوا وتأكدوا الأيام اللي جاي حتكون صعبة جدا صعبة. وردوا بالكم يا جيش، الآن في مخطط تبع غنوشي الغنوشي وزير الداخلية اللي هو رئيس الوزراء، في الآن تحدي كلام أنه يحطوا قيس سعيد تحت الإقامة الجبرية ويسلبوا منه كل الصلاحيات ويخلوه بالقصر لآخر مدته، لأنه ما بيقدروا يعملوا انتخابات إلا لما يا بيعتقلوه يا إما هو يستقيل. أما اللي وارد الآن أنهم متجهين نحو التصعيد، أنه عزله وهو في مكانه، عزله بأغلبية البرلمان. والعزل اللي هذا انتبهوا ردوا روحكم، شو قال سيف أمس؟ قال سيف الدين ملفوف إنه حتختم وتمضي عليه غصب عنك بدك ولا ما بدك، لأنه سيف الدين مع معلمه الغنوشي عندهم على يقين بأنهم سيضعوه تحت الإقامة الجبرية. والمشيشي طمنهم أنا معاكم وأنا مش خاين وخدوني تحت باطكم ومش ما تسيبونيش لوحدي. وهيك بتتم الصورة واضحة، بدهم يعزلوا رئيس ومش هو يعزلهم، وبدهم يحطوا رئيس تحت الإقامة الجبرية. هل في الحالة هاي الشعب شو حيعملوا مع مين؟ بالحالة هاي الفرنسيين حيسكتوا على فعلة النهضة توضع رئيس اللي مع ماخذ ظهر من فرنسا تحت الإقامة الجبرية؟ والسؤال الثالث، شو موضع أمريكا وتركيا من الإعراب؟ انتوا فكروا فيها واستنونا مزيد.